يقسم الناس لأسياد وعبيد، لكن عند في ذا سيتي الجمهورية والمدينة الفاضلة عند أفلاطون يقسم الناس إلى 3 أجزاء، يعتبر أن من حق الفلاسفة مثلا هم الذين يقودون، وهناك عبيد، ويتحكم في الأسرة، وحتى يتحكم في نقطة هتلر. كانت تذكر هتلر عندما تحدث عن النقاء العرقي، ما هو أفلاطون تحدث عن النقاء البشري ونقاء النسل السكاني، وقال أن الأطفال الضعاف والأطفال غير الجميلين نقتلهم، والأطفال الزائدين عن الحاجة نتركهم لمصيرهم. هذه الفلسفة الإغريقية، الفلسفة الإغريقية في ذلك الوقت مقارنة بما سبقها من أحط الفلسفات، من أحط أنماط الحكم، هي تعتبر قمة مثالية في ذلك الوقت. أن تأتي بها اليوم وتقول هي تطور إنساني، وعندما نتحدث عن الإسلام يقولون لنا تخلف. يا أخي، الديمقراطية قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ متى جاءت الديمقراطية؟ مش أفلاطون هو الذي تحدث عنها؟ أفلاطون الذي تحدث عن الديمقراطية. لماذا تقولون أن أفلاطون متخلفا؟ لماذا عندما نقول الإسلام تقول تخلف، وعندما نقول أفلاطون تقول تقدم وحضارة وتطور؟ هذه مشكلة في العالم الإسلامي، مشكلة حتى في العالم العربي.